صريح القرآن الكريم. هسه قد يقول لقائل: سيدنا ماذا تريد أن تصل إلى هذا بالعمل الصالح؟ الجواب: هذه سورة آية سورة الشورى، قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. التفتوا جيدا، ومن يقترف حسنة، يعني جعل المودة في القربى ماذا؟ حسنة، يعني عمل صالح جيد جدا. إذا نص القرآن الكريم أن حب أهل البيت عمل صالح، عمل صالح، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، لأنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. الله كريم، بل له 700 ضعف، بل له 1400 ضعف، بل له ماذا؟ ها؟ أصلا لا حساب له، لا حساب له. إن الله غفور شكور. سؤال: لماذا لم يقل إن الله شديد العقاب؟ لماذا لم يقل إن الله قابض مميت؟ ما المناسبة؟ الجواب: يريد أن يقول أن هذه الحسنة سنخ حسنة تورث غفران ماذا؟ رب العالمين، بل يشكر عليها الله. أحسنتم، وهو أن الله مو فقط يعطي بل يشكر العبد عليها. مرة العبد يشكر رب العالمين، لا الله يشكر. إذا هذه عجيب حسنة، هذه عجيب حسنة، عجيب حسنة بينكم وبين الله. إذن لماذا تأخذون على شيعة أهل البيت أنهم يحبون أهل بيت النبي؟ يعني هل خالفنا القرآن في ذلك؟ لماذا تتهموننا بالغلو؟ لماذا تتهموننا بالشرك؟ لماذا تتهموننا بالبدعة؟ نحن نذهب إلى مراقد أهل بيت النبي، نذهب إلى الحسين، نذهب إلى الحسن، نذهب إلى علي، نذهب إلى سيد الساجدين، نذهب إلى الباقر، إلى الصادق، نقول له، نقف على الباب، نقول: اللهم إني أسألك بحبي لهذا العبد الصالح أن تفعل بي كذا كذا. ما المحذور أعزائي؟ إن لم يكن عمل صالح فهذا نص القرآن. نص القرآن. أنتم قبلتم، أنتم صرحتم. أقلق الأقرأ، تقول: سيدنا من يقول أن الوهابية ابن تيمية وأتباع يقبلوا؟ تعالوا معنا، هذا ابن تيمية أعزاء، مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الأول صفحة 143، يقول: فابتغاء الوسيلة إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه. وهنا الله أمرنا ماذا؟ بأن نحب أهل بيته. إذن لمن دنا نتبع نحن؟ دنا نتبع القرآن. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا، وهو إلى آخره صريحا. إذن ابن تيمية يقبل الوسيلة الأولى ويقبل ماذا؟ الوسيلة الثانية. ولذا نجد أن العلامة الألباني في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني محمد عيد العباسي مكتبة المعارف في صفحة 32 من الكتاب، هذه عبارته هناك في الصفحة 32 من الكتاب، عبارته هذه، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها جيدا. يقول: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به، كأن يقول المسلم: اللهم بإيماني بك، هذا العمل الجوانحي، ومحبتي لك، هذا العمل ماذا؟ المحبة والجوانحي، واتباعي لرسولك، اغفر لي. اللهم إني أسألك بحبي لمحمد وإيماني. سؤال:
من أحب عليان فقد أحب، ومن أحبهما يعني الحسن والحسين فقد أحب، ومن أحب يا أعز هذا. ثم لماذا نذهب يمينا؟ هذا نص القرآن الكريم، قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قد تقول من قال أن المودة في القربى فيها حسنة وهو عمل صالح؟ قال ومن يقترف حسنة. إذن مودة ذوي القربى، مودة القربى ما هي؟ قرب الرسول حسن. قرب الرسول من مما شك، وهذه من الواجبات بإجماع المسلمين، يجب ماذا؟ محبة أهل البيت. هسه أنا أريد أن أدخل إلى المراقد المقدسة لأئمة أهل البيت، أريد أن أدخل إلى رسول الله، أقول له يا رسول الله، اللهم إني أسألك بحبي لرسولك أن تعطيني كذا وكذا. لماذا يقف هنا وهناك يقولون له الشرك شرك شرك؟ اسأل الله. هذه من أين أعزائي؟ يعني واقعا أنا لا يوجد عندي كلام إلا أن أقول أن هؤلاء واقعا يعرفون شيئا من القرآن أو لا يعرفون، ويتهمون الآخرين بأنكم أنتم لا تجعلون القرآن هو الحجة، أنتم لا تعتنون بالقرآن، أنتم ليست المرجعية الأولى عندكم القرآن، أنتم. يتضح بأنه إذا ليس لكم من القرآن إلا لفظ القرآن، لا تعرفون فقه القرآن. أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأنت إذا هسه تقول لي لا، عوام الشيعة يطلبون مباشرة ممن؟ من الأئمة. هسه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنبحث أنه يجوز الطلب من الأئمة، يجوز الطلب من رسول الله أو لا يجوز. لك بحث الآن هذا القدر، هذه مسألة خلافية. أحسنتم. الآن احنا نتكلم في المسائل المجمع عليها المتفق عليها، وهي أنه يمكننا أن نتوسل إلى الله بحبنا لأهل بيت النبي، ولا أتصور أنه يوجد خلاف أن عليا من أهل بيته، وأن فاطمة من أهل بيته، وأن الحسن من أهل بيته، وأن الحسين من أهل بيته، وأن السجادة والباقرة والصادقة والكاظمة والرضا والجواد والهادي والعسكري وآخرهم الذي نعتقده بهم أيضا ماذا؟ من أهل بيته، لأنه هو قال المهدي من أهل بيتي من ولد فاطمة. إذن بيني وبين الله، هسه أنتم لا تعتقدون بأنه حي، نحن نعتقد أنه نتوسل به بحبه، هسه أنا ما أقول نتوسل به، نتوسل بحبهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما المحذور في ذلك؟ دليلنا القرآن، هذا دليل القرآن. تسألون أين القرآن؟ تعالوا حاججونا بالقرآن وحقكم، ما أريد أقسم، وحقكم أنهم ليس لكم من القرآن شيئا، لا تعرفون القرآن، وإلا لو كنتم أنتم أهل فقه القرآن، أهل التدبر في القرآن، لعرفتم أن القرآن قال ماذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له. إلهي أي مقدار تزد له؟ يقول البعض 10 أضعاف، البعض ها في كل سنبلة 100 حبة، في بعض يضاعف لمن لشاء، في بعض والله واسع عليم بغير حساب. وهذه التي تتناسب أحسنت. مع إذن أعزائي، إذن الوسيلة الثانية الواضحة التي لا مجال للبحث فيها هي التوسل بالعمل الصالح. إذن بعد لا يحق لأحد إذا وقفنا أمام رسول الله وقلنا له اللهم، أرجع وأقول لأنه السؤال في التوسل مو في الاستغاثة، اللهم إني أسألك، مو أسأل ماذا؟ مو أسأل. قلنا الفرق بين التوسل والاستغاثة أنه في التوسل الطلب ممن؟ من الله، من الله، ولكن بتوسلي وبتوسطي بتوسط. اللهم إني أسألك
بحبي لمحمد وآل محمد أن تفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا قال لكم أحد أن هذا شرك، لا أقل قولوا له أنك إما لا تفهم القرآن، وإما لا تعلم كلمات أعلام الوهابية وابن تيمية وأمثال ذلك، وإلا هي السيرة القائمة بين المسلمين جميعا. أعلام المسلمين، أئمة المسلمين جعلوه فرضا. أحسنتم، قرأنا بلا إشكال وبلا أي مجال للبحث.